أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من الصحوة نت: ميليشيا الحوثي تهرب أحد عناصرها بعد قتله مواطنا في إب. من يمن مونيتور: الحوثيون ينهبون مبالغ صيانة ملعب كرة قدم في صنعاء. من الشرق الأوسط: أمسيات رمضانية في صنعاء تحت تهديد السلاح. أهلا بكم. توالت جرائم القتل بصنوفها المختلفة في عدن، حتى أنه وفقا لصحيفة الأيام لم تترك للأهالي وقتا لغسل أحزانهم. وعنونت الصحيفة: الجرائم لم تترك وقتا لالتقاط الأنفاس المغموسة برائحة البارود والدم. قالت الصحيفة: أصبح المرء في عدن يصحو كل يوم على أخبار القتل، وأصبحت جرائم القتل ظاهرة ملازمة لحياتنا، في حين كانت عدن إلى فترة قريبة ماضية توصف بمدينة الحب والسلام. الأمر لم يعد يقتصر على التكرار المتوالي لعدد الجرائم، بل تعاظم في نوع وبشاعة الجرائم المرتكبة التي أضحت الجرائم الجنائية تسجل معظمها بعد أن تراجعت نسبيا الجرائم السياسية. الكل يصرخ: ماذا يجري في عدن؟ تتساءل الأيام، لتجيب أن معظم من حاولوا الإجابة عن هذا السؤال أرجعوا الأسباب إلى تعدد الأجهزة الأمنية وعدم كفاءتها وتشتت تبعيتها، وذهب البعض منهم إلى غياب أو ضعف أداء الجهاز القضائي وعدم تفعيل أقسام الشرطة. وزير النقل صالح الجبواني كتب مقالا مطول عن القضية الجنوبية، وقد نشره الموقع بوست، وقال في أجزاء من المقال: اليوم وبعد أن انتهى علي عبد الله صالح ونظامه، لا بد أن نعود ونسمي الأشياء بأسمائها. نحن كنا جزءا من الواقعين في وهم المغالطة، وروجنا لها، والاعتذار من شيم الكرام. فاعذرونا أيها الأحبة في شمالنا الحبيب. الذي استفاد من النهب في الجنوب هم علي عبد الله صالح وعائلته وبعض المشايخ والضباط والمتنفذين. أما بقية الناس ليس لهم دخل. لذلك فالثقافة العنصرية التي أسست لإدانة كل شمالي كان الناس يتفهمونها أثناء حكم صالح، الذي حاول أن يزج الشمال والجنوب قطبين متناقضين في صراع ولو من تحت الطاولة. لكن بعد سقوط صالح يجب أن ترفض هذه الثقافة ومن يروج لها. فمن العيب أن يستمر البعض في استجرار عنصرية تؤسس للحقد والصراع بين أبناء اليمن الواحد. الترويج اليوم للجنوب وكأن الأمور لم تتغير هي أيضا مغالطة كبرى. الجنوب لم يعد جنوب اليمن الديمقراطية، الدولة التي دخلت الوحدة، بل تحلل الجنوب لمكوناته الأولية قبل الاستقلال. وإلا لماذا نرى الهويات المحلية قد أطلت برأسها مجددا؟ حتى أن الأحزمة الأمنية والنخب العسكرية، وهي جيوش مناطقية قبلية، لا تعبر إلا عن مكونات الجنوب ما قبل الاستقلال. وحديث ما يسمى الانتقالي عن الجنوب إنما هو حديث عن السلطة التي يريد أن يصل إليها. وما معركة 28 من يناير ضد الحكومة في عدن إلا أبرز تجل لهذا النزوع لدى هذا المجلس. ليس من حل للمشكلة اليمنية غير إزالة الحوثية كحركة سلالية طائفية متخلفة، ثم الشروع في بناء الدولة الاتحادية من 6 أقاليم. الحديث عن إقليمين وحق تقرير المصير تجاوزته الأحداث، فأي حديث عن إقليم جنوبي وتكرير مصير ومن يتحكم في مصيره الأحزمة والنخب القبلية والمناطقية ليس إلا تجسيدا لجنوب في الوهم. ما يحدث في محافظة إب أشبه بمسلسل يومي، حيث تقدم ميليشيات الحوثي على ممارسة أعمالها ضد الأهالي. وعنوان موقع الصحوة نت: مسلح حوثي يقتل مواطنا في نقطة تفتيش شرق إب. قال الموقع أن ميليشيا الحوثي الانقلابية أقدمت على قتل مواطن برصاص أحد مسلحيها في نقطة تفتيش بالمدخل الشرقي للمدينة. وقالت مصادر محلية إن مسلحا حوثيا يدعى أبو فرسان ويعمل في نقطة منفذ جمارك إب المستحدث، أقدم على قتل شاب من أسرة البارق في منطقة دار العلف بمنطقة ميتم بعد خلاف نشب بينهما. وبحسب المصادر فإن أهالي المنطقة
قاموا بقطع الطريق الرابط بين ميتم ومركز المحافظة واحتشدوا إلى النقطة المذكورة، لكن المسلحين الحوثيين تركوا النقطة وفروا إلى جهة مجهولة. وأضافت المصادر أن الأهالي لا يزالون يضعون أو يضغطون بكل الوسائل مطالبين بتسليم القاتل، وأن جهودا بذلت لفتح خط ميتم إب. وقال الموقع إن الأهالي يطالبون بتسليم القاتل الذي تم تهريبه عبر قيادات حوثية. أكد قائد لواء القوات الخاصة العميد محمد الحجوري في تصريح لسبتمبر نت أن قوات اللواء حررت سلسلة جبال النار الممتدة من الأراضي السعودية إلى تخوم وادي حرض، لافتا إلى أنه تم دحر الميليشيات بمنطقة الفج الواقعة بين المدينة والمزرق شرقا. وأوضح العميد الحجوري أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها وأنها أصبحت تحاصر الميليشيات من أكثر من اتجاه بعد أن تكبدت الأخيرة عشرات القتلى والجرحى في صفوف مقاتلها. وذكر العميد الحجوري أن قوات الجيش استعادت خلال المعارك كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة والعتاد، علاوة على تدمير عدد من آليات تابعة للميليشيا. يتابع الموقع: باتت مدينة حرض شمال محافظة حجة شبه محاصرة من قبل الجيش الوطني، خاصة بعد تقدم قوات الجيش إلى منطقة حيران جنوبية حرض متجاوزة بذلك مديرية ميدي التي أعلن عن تحريرها بالكامل. لاذ بروحه من قناص فاختطفته شظايا عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي، يصف وليد البوكس آخر شهيد فقدته الصحافة اليمنية. علي أبو الحياء الذي يقول عنه الكاتب أنه نبيل وباهر الروح نادر المعدن، ثم يكمل: ما أصعب أن نفاوض الغياب على من نفقد. علي كان شابا متوقدا حيوية وشجاعة وحس المسؤولية عنده عال. لم أفكر للحظة أنه سيفقد حياته بهذه الطريقة وسيفتح بنا الفقد بلا رحمة، لكن هذا قدر الصحفي. الصحفي هو الوحيد الذي يتبع القدر وليس القدر الذي يتبعه. هذه الصورة دليل ساطع على ما أقول، وهو يحاول الإفلات من قناص لعين في جبهة ميدي، لكنه لاحقا أصابنا بشظية في القلب، عبوة ناسفة اختطفت روحه، أصيب بشظاياها وظل نحو أسبوعين يرقد في مستشفى في عدن، وبعدها نقل إلى القاهرة وهناك فارق الحياة. لحظة معرفتي بإصابته تعزز عندي هذا الشعور أكثر، ومرة أخرى باغتني لحظة سماع خبر استشهاده. في الحالتين عدت إلى خانة النقاش الطويل بيننا ولم أستطع كتابة شيء عنه. مرت لحظات توجس وخوف من نزيف الوجع داخلنا خلال هذه السنوات الثلاث لفقد زملاء وأصدقاء وجرح آخرين. لم نكتب كلمات فرح بحقهم، ليس لأنهم لا يستحقون، ولكن لأننا مأخوذون من خلف رؤوسنا بهذه الحرب المجنونة وأخبارها ومصائبها التي لا تتوقف، مصابون بجراحات تتوسع وتنزف دمعا ودموعا. أنتم أشجعنا وتستحقون تمثال الشجاعة ووسام الرجولة. وكل مرة تنزل النوائب على قلوبنا وتشغل المراثي ونقول هذه الأخيرة، لكنها لا ترأف بنا لتفتح بابا آخر على جنازة جديدة. رحمة الله تغشاك يا علي فقيد الصحافة والحقيقة. في زمن ميليشيات الحوثي كل شيء قابل للنهب والسلب، وآخر ما وصلت إليه الميليشيا وفقا لموقع يمن مونيتور ملعب رياضي. وعنوان الموقع: الظرافي أبرز ملاعب اليمن تنكروا لتاريخه وعاقبوه بالإهمال. قال الموقع إن الملعب الذي تتسع مدرجاته لقرابة 10,000 مشجع يتعرض اليوم للإهمال والحرمان من مخصصات الصيانة منذ 2013. الملعب الرسمي الوحيد الذي كان يحتضن 4 أندية في صنعاء يترك اليوم مرتعا لفرق الأحياء الشعبية لممارسة اللعبة على أرضيته المتصحرة. قال الموقع إن أغلب المنشآت الرياضية في
في اليمن من ملاعب وصالات تعرضت للخراب والدمار بفعل الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 4 أعوام. ويستند الموقع إلى تصريح سابق للمتحدث باسم التحالف العربي والذي أكد أن الحوثيين يتخذون من ملاعب كرة القدم مقرا لهم وتحويلها إلى مخازن للسلاح. شهدت مدينة التربة مركز مديرية الشمايتين بمحافظة تعز بدء التجهيزات في باحة مستشفى خليفة لإقامة المستشفى الميداني التركي، وعنون موقع المشاهد نت تجهيز مستشفى تركي جنوبي غربي مدينة تعز. مصادر طبية قالت إنها حاليا في طور الاستعداد والتجهيز لاستيعاب المستشفى الميداني التركي في مستشفى خليفة، مؤكدة أن الوفد الفني التركي لتركيب المستشفى وصل لمباشرة مهامه وسيتم التشغيل وتقديم الخدمات الصحية للمرضى خلال الأيام القليلة القادمة. وذكرت المصادر الطبية أن المستشفى سيقوم بتلبية كافة احتياجات المجتمع بتقديم الرعاية الصحية وفق تخصصات نوعية كجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري والحالات الحرجة. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى أخبارنا المنوعة، فابقوا معنا. أنا أقول أن المرتزقة والعملاء من فئة الإعلاميين أكثر خطراً على هذا البلد من الخونة والمرتزقة الأميين المقاتلين. أهلا بكم من جديد. دفعت الهزائم التي تتلقاها الميليشيات الحوثية في جبهات القتال المختلفة وما نجم عن ذلك من تناقص في عدد عناصرها إلى تكثيف تحركاتها في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرتها لاستجداء المجندين عبر مشرفي الجماعة في الأحياء والمديريات والقرى. وتعنون صحيفة الشرق الأوسط: الميليشيات الحوثية تفرض أمسيات طائفية لاستقطاب المجندين. وأفاد عدد من أعيان الأحياء في صنعاء وعقال الحارات للشرق الأوسط بأن الجماعة الحوثية نشرت مشرفيها المحليين لإقامة أمسيات رمضانية طائفية على مستوى الأحياء والمربعات السكنية، وأمرتهم بحشد أكبر قدر من المواطنين من أجل الحضور للاستماع إلى البرنامج الحوثي المعد في سياق سعي الجماعة إلى استقطاب المجندين. وقالت المصادر أن مشرفي الجماعة أخطروا عقال الحارات وأعيان الأحياء في أول أيام رمضان بالحضور إلى الأماكن المحددة لعقد اللقاءات الطائفية، والتي عادة ما تكون في منازل أشخاص حوثيين أو في مقرات تابعة للجماعة. وعن طبيعة البرنامج الحوثي الذي تتضمنه الأمسيات الطائفية التي تقام بعد صلاة العشاء وتستمر لساعات، أفادت المصادر أنها تتضمن محاضرة مطولة للمشرف الحوثي تزين القتال مع جماعته إلى جانب مقاطع صوتية لزعيم الجماعة يعقبها قراءة المشرف أجزاء مختارة من الملازم الطائفية المنسوبة لمؤسس الجماعة حسين الحوثي. من وعد بلفور إلى وعد ترامب، تحت هذا العنوان كتبت سميرة المسالمة مقالها المنشور في العربي الجديد مضيفا: عاشت أمريكا تسقط أمريكا، هذا هو الحال الذي يعتمل داخل نفوس العرب. فمن ترامب الذي نحبه عندما يداعب مشاعرنا في إعلان عدائه إيران، إلى ترامب ذاته الذي نكرهه ونحن نتلقى الصفعات واحدة تلو الأخرى منه في مجال حقوق الفلسطينيين. والمنصف في الأمر الاعتراف أنه ليس هو من تلاعب بمشاعرنا وربما لم يسعى إليها، أو أنها ليست في جدول أعماله أساساً منذ بدأت مسيرة شهرته حين لم يكن على قائمة التنافس الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية
ومروراً بتحولاته السياسية المتنوعة وبرنامج دعايته الانتخابية الذي لم يلامس فيه أي حلم عربي كان، وانتهاءً بوعده المشؤوم في 6 من ديسمبر 2017 بخصوص نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. هذا الوعد الذي أطلقه في حين لا تزال مكرمات بلاد الخليج عالقة على جنبات ثيابه وأهل بيته الذين شاركوا وباركوا مقتل 60 فلسطينياً، على وقع خطوات ابنته الفاتنة إيفانكا التي أزاحت الستار عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القدس المحتلة في 14 مايو الجاري، لتكون أول دولة تعترف بالديانة جامعاً لشعب تقوم على أساسه دولة دينية يهودية توازي إن لم تتفوق على الدولة الإسلامية إيران المماثلة لها في قوامها وجامعتها وسلوكها نحو العرب، التي تدعي أمريكا خصومتها والسعي إلى تحجيم دورها بدعوى إخلالها بالسلم والاستقرار الدوليين وتخليص العالم من شرورها القادمة عبر سلاحها النووي. من يتنقل في شوارع وأسواق صنعاء ويقف على الحالة المعيشية للناس هناك قبيل رمضان سيتجاوز بلا شك ما يعيه عن مفاهيم الحرب والسلام، ذلك أن الوضع الإنساني المعيشي هناك يفوق أي تصور. هذا ما تقوله صحيفة القدس العربي في تقرير بعنوان رمضان في صنعاء، ارتفاع جنوني في الأسعار مع استمرار توقف صرف الرواتب. يقول التقرير الذي أعده أحمد الأغبري: لا حضور لأجواء رمضان في أسواق صنعاء وشوارعها، فألم العوازي لم يترك متسعا للإحساس بشيء سوى الحزن تجده يتحدث إليك من عيون الجميع. يتحدث عن أب فقد ابنه وامرأة مات زوجها وطفل دفنت الحرب عائلته تحت الأنقاض وموظف بلا راتب ورب أسرة يهيم طوال يومه في الشوارع ليحصل على ما يسد رمق جوع عائلته. صنعاء تستقبل رمضان بقائمة طويلة من هذه الأوجاع، ويورد التقرير نموذجا لأحد الموظفين الحكوميين والذي قال أن رمضان كان بالنسبة له وعائلته قبل الحرب من أفضل الشهور، ولهذا كان يختار إجازته السنوية في هذا الشهر لينعم بأجواء روحانية وعائلية، لكن رمضان صار بالنسبة له الآن كابوسا يؤرقه مع العجز عن تدبر أقل القليل. في إيران الطبقة الوسطى هي الضحية الأولى لقرار ترامب. تحت هذا العنوان كتب الصحفي نيلي ديدلو موضوعا في صحيفة ليبراسيون الفرنسية وقد ترجمته قناة بلقيس، وقال الكاتب: مع خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي فإن الاستثمار الأجنبي الهش سيجف، سوف تعاني خزانة الدولة والقطاع الخاص الذي يعاني بالفعل. كان ذلك قبل 2.5 عامين فقط، لقد تم توقيع الاتفاق النووي بصعوبة، بينما كان الوفد الفرنسي يتحرك وسط ضجة كبيرة حول المستقبل الإيراني. مع سكانها البالغ عددهم 80 مليون نسمة، تشتهر إيران في كل مكان بتركيز الفرص الاقتصادية وخلق أسواق جديدة، ولكن خروج الولايات المتحدة الأخير من اتفاقية فيينا سيزيد من الصعوبات التي يواجهها اقتصاد ضعيف بالفعل. ساهم هذا المناخ في عدم الأمان على الحد من طموحات الشركات الأوروبية، بالإضافة إلى تردد البنوك الكبرى في تمويل المشاريع في إيران. في تقريره الأخير يرسم البنك الدولي صورة لدولة ما زالت مغلقة إلى حد كبير بسبب التعافي البطيء لعلاقات البنوك الإيرانية مع البنوك الدولية الكبرى، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر يتدفق إلى داخل البلاد، ولكن تبقى التجارة مع بقية العالم محدودة. وقد انتهى انتخاب ترامب الذي أعلن رغبته في تمزيق الصفقة بتقويض ثقة البنوك. تناولت كل الصحف البريطانية دون استثناء موضوع زواج الأمير هاري والممثلة ميغان ماركل، إذ أفردت له مساحات واسعة وعناوين بارزة، منها مقال نشرته صحيفة الاندبندنت بعنوان: عندما يتزوج شخص غني بغني آخر تتزايد معدلات العدالة. يقول الكاتب إن الزواج أصبح أبعد ما يكون عن الاختيار العشوائي، وكل ما يمكن للمجتمعات أن تفعله هو أن تعلم أفرادها عدة تصرفات ينبغي أن يقوموا بها لكي لا يحرموا أنفسهم من الفرصة في التقدم الاجتماعي أو الاقتصادي
في مراحل لاحقة في حياتهم. يشير الكاتب إلى أن الزواج لم يكن حول الأمور المادية، رغم أن نحو 2 بليون من البشر حول العالم شاهدوا على الأقل جزءا منه، وهو ما يعني أن ثلث البشرية تابعوه، وهو بالتأكيد حدث له تبعات اقتصادية واجتماعية، فالناس لم يعودوا يتواعدون بشكل عشوائي. ويوضح ماكراي أن كل شخص عندما يختار شريكا لحياته أو شخصا ليواعده، فإنه يختار شخصا من الطبقة نفسها التي ينتمي إليها اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وثقافيا. مضيفا أن الأمير هاري وزوجته، وهما حاليا أمير وأميرة مقاطعة ساسيسك، قد تزوجا عن اختيار عشوائي. ويوضح التقرير الذي ترجمته البي بي سي أن ميغان ماركل، وهي ممثلة ناجحة ولها ثروة تقدر ب5 ملايين دولار، وكما تصف نفسها، امرأة من أصول عرقية مختلطة، كانت تمثل خيارا رائعا لشاب في منتصف الثلاثينيات، وهي في أغلب صفاتها مختلفة عن الأمير. الأمير هاري وميغان ماركل، حفل الزفاف في الصور، كما وثقته عدسات مصوري صحيفة الغارديان. نتابع أجمل اللقطات في جولتنا المصورة. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم غدا على الساعة 4:10، ونتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.